في هذا النبأ العاجل صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن المناقشات تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. المناقشات تناولت التقييمات ذات الصلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع، وقد استمع السيد وزير الخارجية إلى عرض تفصيلي لرؤية المنسقة الأممية لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها وأولويات تحركها خلال المرحلة القادمة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما على حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كاف يلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلا عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني. وفي سياق متصل أكد الوزير شكري دعم مصر للدور المنوط بالمسؤولة الأممية وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من أداء مهامها ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسؤولة الأممية. وأكد شكري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي بوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومن ثم مسؤولية إسرائيل بإزالة تلك المعوقات والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع لوضع حد للوضع الإنساني المتردي. كما أكد وزير الخارجية التأكيد على التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الرغم من العراقيل المعتمدة التي يضعها العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي. وأردف السفير أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري أكد كذلك خلال الاجتماع ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار من تسهيل استخدام جميع المسارات المتاحة إلى وداخل قطاع غزة، مشددا على أن الوضع المأساوي الراهن يحتم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أي تأخير، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يظل هو السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة. من جانبها أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسيا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلا عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها. هذا ومن المقرر أن تقوم المسؤولة الأممية بزيارة إلى مطار العريش ومعبر رفح يوم 17 من يناير الجاري، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تطلع بها مع كافة الأطراف على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.